السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحلقة سأريكم طريقة إيقاف التشغيل التلقائي لفيديوهات الفيسبوك. مثلا تدخل إلى الفيسبوك وتجد بعض الفيديوهات التي تم نشرها ويتم تشغيلها تلقائيا وأنت لا تريد ذلك. طبعا في حال كنت تريد مشاهدة الفيديو سيعني ستضطر إلى إعادته من البداية، وأيضا في حال كنت لا تريد مشاهدة الفيديو سيقوم بصرف يعني بعض محصلة الإنترنت. يعني في كل أو في جميع الحالات هذه الميزة غير لا يعني أعتبرها ليست ميزة بل عيب في الفيسبوك ووجب عليك إيقافها. طبعا في الهاتف سواء كان آيفون أو أندرويد تقوم بالدخول إلى تطبيق الفيسبوك، بعد ذلك تضغط على مور. الآن ستضغط على سيتينجز. بعد الضغط على سيتينجز ربما تظهر لك هذه الخيارات، تختار أكاونت سيتينجز. الآن تذهب إلى الفيديو أند فوتوز من هذا الخيار، بعد ذلك تختار أيوتو بلاي، هذا الخيار تضغط عليه. الآن تختار Never a YouTube Play Videos، وبهذا لن يتم تشغيل الفيديوهات تلقائيا حتى أنت تقوم بالضغط على الفيديو وتختار تشغيله، بعد ذلك سيشتغل، أما تلقائيا لن يشتغل أبدا. في الحاسوب تنتقل إلى الإعدادات بالضغط هنا على هذه الأيقونة، بعد ذلك تختار الإعدادات من هنا. الآن ستذهب إلى مقاطع الفيديو الخيار الأخير. الآن ستختار تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيا، تضغط على هذا الخيار وتختار إيقاف التشغيل، وبهذا في الهاتف وفي الحاسوب لن يتم تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيا أبدا في الفيسبوك. شكرا على حسن متابعتكم، أتمنى تكون هذه الطريقة قد عجبتكم، شاركها مع أصدقائك ولا تنسى الضغط على زر سبسكرايب يظهر الآن أسفل الفيديو على يميني، قم بالضغط عليه للتوصل بجديد حلقات شبه يومية فقط على مدونة العالم الافتراضي. لا تنسى كذلك الإعجاب بصفحة العالم الافتراضي على الفيسبوك وزيارة المدونة. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان. And left.